ملحمة أبطال البرف. في عام 2017 كان صمود أبطال الكتيبة 103 صاعقة في ملحمة البرف بشرى للمصريين بأن جيشهم قادر على حسم الحرب على الإرهاب بهذه الروح الفدائية. فمنذ نجاح ثورة 30 من يونيو في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان، تواصلت هجمات التنظيمات الإرهابية على التمركزات الأمنية في سيناء، وكانت منطقة البرث في جنوب رفح تمثل عائقاً أمام تسلل الإرهابيين وتقطع طرق إمداداتهم. فتعددت هجمات العناصر التابعة لتنظيم داعش على كمين البرث بهدف السيطرة على موقعه الاستراتيجي الرابط بين وسط سيناء ورفح والشيخ زويد. وفي 7 من يوليو 2017 حاشدت التنظيمات الإرهابية كل ما تملكه من أسلحة وسيارات مفخخة لبدء هجوم مكثف على الكمين، وأخفى الإرهابيون عدداً من السيارات المفخخة في المزارع القريبة من البرث، وزرعوا الألغام لتعطيل الإمداد البري. حرس السلاح! ومع مطلع الفجر بدأ الهجوم الغادر بمشاركة أكثر من 150 إرهابياً مدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف RPG وهاون ومدافع جرينوف وقنابل يدوية، ويحملهم أسطور من العربات الكروز والدراجات النارية. وكانت السيارات المفخخة في طليعة الهجوم، فقامت العناصر الإرهابية بتوجيه السيارات المفخخة إلى مقر الكمين، وبدأ أبطال البرث التعامل معها. لكن التدريع القوي للسيارات المفخخة سمح لها بالاقتراب أكثر حتى انفجرت بالقرب من الكمين. وعلى الفور كان بقية أبطال الكمين في مواقعهم يتبادلون إطلاق النار لصد الهجوم الإرهابي. وعلى مدار 4 ساعات صمد أبطال كمين البرث في مواقعهم بقيادة العقيد أحمد منسي، وحرموا العناصر الإرهابية من أخذ جثمان أي شهيد من أبطال البرث، وأفسدوا عليهم مخطط رفع علم تنظيم داعش في المنطقة. خش جوه الضفه واضرب عليهم في اتجاه الضرب اللي يجي عليك، اضرب ناحيته، اضرب على السمير يا سمير، يرضي السمير. يا موجي اضرب على الوضع الفردي، الوضع الفردي السريع وبسرعه، وخد بالك اهدى عشان تركيز الذخيره براحتك خالص، ما يهمكش، بس خد التواجد بتاعتك وانت في الطريق، انا نفس الطريق ليك اهو. وتعرضت قوات الدعم التي تحركت لإنقاذ الكمين إلى هجوم بالألغام والسيارات المفخخة، مما عطل تقدمها. ومع وصول وحدات الدعم الجوي إلى موقع الهجوم وبدء قصفها للإرهابيين، فر ما بقي من العناصر الإرهابية، وأسفرت معركة البرث عن مقتل أكثر من 40 تكفيرياً. ومن قواتنا المسلحة استشهد وأصيب 26 بطلاً. أراد الإرهابيون لهجوم البرث أن يكون تأكيداً لسيطرتهم على سيناء، فجاء صمود أبطال الكتيبة 103 صاعقة ليثبت العكس تماماً، بعد أن ضرب البطل الشهيد أحمد منسي ورفاقه أروع الأمثلة في الفداء والتضحية. ورغم كل التحديات كان حقا للمصريين أن ينتصروا في حربهم على الإرهاب بفضل كل الأبطال الذين قدموا أرواحهم لمصر عربون محبة وولاء. يا رجال ما بدي بالإجابة، ولا يمحي العار إلا النار النهابة، إلا بالنار والمدفع والدبابة، أصبحنا وخش رجال الصاقة المصرية، بنجي في الجو ونرمي قنابل يدوية، لن يهمنا حد وأنا بلدي غالية عليا، وصوت ظهرنا شعب
واقفين نحمد فدائية. شفر بسينا لأ سينا بدمنا مروية. ولا تحمل هم في أبطال مستنية. نرويها بالدم من أسوان لإسماعيلية. والله يا رجال ما بدي بالإجابة. حلفي لنموت وتعيش مصر الوهاب.